مواقف مرعبة حصلت لي. بقلم أبو عدي. بقى كيشوف فيا في عيني وبنظرات شيطانية واللي كانت ماكرة. هموت. السلام عليكم مستمعين الكرام ومستمعين قناة الراوي ستوريز وفي سلسلة غموض. مما لا شك فيه أن الواحد بعض المرات كتفوت عليه أحداث غريبة وبعض المرات اللي كتكون مرعبة أيضا، ما كيلقاش لها تفسير وما كيقدرش يقولها حتى لشي حد، تفاديا باش ما يقولولوش راك كتكذب أو أنك تحاول لفت الأنظار فقط. وهنا قررت اليوم أنني نكتب مواقف وقعت معايا وفي البيت ديالنا القديم. بالرغم أنها قصيرة وقلة الرعب في البعض منها، إلا أنها بقت عالقة في الذاكرة ديالي وما بغاتش تفارقني. القصة الأولى، أنا والضو ديال المصباح. في واحد من ليالي شهر رمضان الكريم، وملي كنت كنبلغ 13 من العمر ديالي، ومن بعد ما رجعت من الزنقة واللي كنت كنلعب مع صحابي، دخلت الغرفة ديالي وقفلت الباب ورميت راسي على الفراش من شدة العياء والإرهاق اللي كان فيها. خليت الغرفة مضوية وما طفيتش الضوء. هنا درت الغطاء من فوق راسي وقبل ما الناس تطفى الضوء ديال الغرفة، سمعت صوت ديال الزر ديال المفتاح ديال الكهرباء وكأن شي حد كيضغط عليه. عريت على راسي من داك الغطاء وهنا رجع الضوء ايضا مع هذاك الصوت ديال هذاك الزر، بحال شي حد هو اللي كيدير بالصبع ديالو، ولكن في نفس الوقت ما كنتش كنشوف حتى شي حاجه. وهكذا ملي كنجي نغطي راسي كيتطفى الضو وكنسمع نفس الصوت، وملي كنجي نرجع ونعري على راسي كنلقى الضو رجع كيف ما كان وحتى شي حد ما كاين معايا ولا حتى شي حاجه غريبه الا هذاك الصوت ديال الزر ديال المفتاح الكهربائي اللي كنت كنسمعه. من بعدها خرجت من الغرفه وكنت خايف ومشيت للغرفه ديال خويا الكبير ونعس بالجانب ديالو. هنا القصه الثانيه، زياره العجوز السوداء. في واحد الليله من الليالي وانا كنت ممدد على الفراش ديالي وكنت متغطي كيف ديما، وقبل ما نجي الناس كنت كنسمع صوت وكان شي حد كيقترب مني. حيدت الغطا من فوق راسي وهنا كنشوف واحد المرأة كبيرة كانت سوداء كيف الليل، وكانت محجبة بحجاب أبيض وكانت كتمشى بحال اللي كيتمشى البطريق من جهتي. أنا تجمدت من الخوف وبحرة قدرت نرجع الغطاء على راسي، لكنها بقات كتمشي كتمشي حتى وقفت بالجانب ديالي تماما. ما قدرتش نغوت، لكن درت واحد الحاجة اللي هي أعظم من هادشي. حتى وأنا كبير، جات هذيك المرأة وحطيت يديها على ركابية وبدات كتضرب مرة بعد مرة، وبكثرة داك الضرب ديالها غيبت على الوعي ديالي وما فقت حتى الغد ليه في الصباح على صوت ديال الضحكات ديال خوتي. وهنا كنعتقد انكم عرفتوا السبب. القصة الثالثة، انا والشبح وجه لوجه. في واحد الليلة من الليالي ايضا، وبينما انا كنت على الفراش ديالي حتى كنت كنشوف ولد الجيران ديالنا كان جالس فوق في خطي. دفعت وقلت له شنو كدير هنا وكيفاش حتى قدرت تدخل هنا لدارنا والغرفة ديالي، وشكون اللي سمح لك تدخل وكيفاش قدرت تجلس فوق مني بكل هاد الوقاحة. كل هاد الهضرة والاسئلة اللي سألتها له وهو بقى كيشوف فيا وشنايفو متحركوش او حتى انه قدر يكلف نفسه انه يرد عليا. حاجة واحدة اللي بقى كيديرها انه بقى كيشوف في عينيا نظرات شيطانيه ماكره. وهنا وقبل ما نفكر اني نغوت عليه، في لحظه رجعت العيون ديالو بيضاء تماما، وهذه المره غوت بكل ما عندي وما قدرتش نعرف حتى كيفاش قدرت نخرج من الغرفه ديالي ولقيت نفسي في الغرفه ديال الواليد ديالي بسرعه البرق. انا ما جاوبتش على التساؤلات ديال بامي وبقيت غير كنفكر في داكشي اللي وقع، وانا كنرجف من الخوف
حتى غطيت في النوم عميق ومعبيتش بروحي. هاد المواقف يا إخواني، وبالرغم من مرور كتر من 15 عام، إلا أنني ما زال كنتفكرها بوضوح وكأنها وقعت البارح. وحد الآن ما قدرش نلقى لها تفسير واحد. واش أن البيت ديالنا القديم كان مسكون بالجن؟ وإلا كانوا مسكونين، كان أعتقد أنهم جن مسلم، والله أعلم. أما على الحالة ديالي وقت الحدود ديال هاد المواقف، فهذيك الوقت فأنني كنت فايق وما كنتش ناعس أو كنت كنحلم، حتى أن الدرجة ديال النعاس ما كانتش فيا، أو الحالة بين اليقظة والنعاس. لكن اللي نأكد عليه أنني كنت في الكامل ديال الوعي ديالي واليقظة ديالي. النهاية، كانت هذه قصة من سلسلة غموض، واللي فيها تساؤلات كثيرة وفرضيات كثيرة. هاد المرة غادي نخليكم نتوما المستمعين الكرام تعطونا الفرضيات ديالكم أو الإجابات ديال هاد الأسئلة اللي تطرحت دابا، أو خلاصة ديال هاد القصص اللي سمعتوهم دابا. كل هذا وأكثر خليهم لنا هنا في التعليق، وأنا غادي نكون مباشر على كل تعليق ديالكم. فأخيرا كما العادة وكيف ما كنقولوا، نلتقوا في قصة جديدة من سلسلة قصص غموض حول العالم. كان معكم حماد القرشي من قناة الراوي ستوريس. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. وما تنساوش أضيفوني على الانستغرام، لأن هادشي مهم بالنسبة لي وليكم. السلام.